واحد بيقول لي انا ماشي بالعربيه، فحصل زي موضوع بيني وبينه، فهو واقف بيشتري عيش ولا ما اعرفش كان واقف بيعمل ايه، وانا عايز اعدي، والرمضان مشكلة في الكيس. ما والمغرب زينا عند مصر برضه، في مصر برضه تلاقي قبل المغرب بربع ساعه الناس كلها تنزل الشارع، ما اعرفش ليه يعني. فبتكلم معاه بدأ يعلي صوته، ففجأة واحد صاحبي تاني فبيقول لي معلش اصل يعني الراجل صايم وتلاقيه محشش وبتاع. محشش محشش؟ محشش طب صايم ومحشش ازاي؟ فبيقول لي يعني تلاقيه محشش. قلت له يا ابني محشش يا ابني، انت هتحبسنا ولا ايه؟ انا حتى ما بطرش على ميه ولا حاجه، حشيش؟ قال لي لا لا، حشيش ايه اللي انت بتقوله؟ قلت له يعني، قال لي يعني هو اساسا بيشرب سجاير فتلاقيه دماغه مغششه ولا حتى على ومتضايق. القهوة مثلا مش رح ولا هو كله هي محسس. كلمة محشش في مصر محش على هي كل شيء محشش في على طول تونس. على الاسم يعني. لكن انا محشش في تونس محشش مع تسايم وما شربتش القهوة فلا ولا ناقص دخان او ولا الدخان. هو قال ولا على الدخان. فطول ما انت بتعيش في البلد تكتشف تكتشف حاجات. بقى اللغة وتكتشف حاجات كتير. توا ايمن احنا توا ما عرفناش شنو تخدم. انا اساسا مدرب سباحة، وبعد كده شيف، هاي وفي الاخر يعني يعني ممثل بسيط قوي يعني، حاجه بارك كده الله. صغيره معناتها يعني، حاجه صغيره جدا. هو ممثل وانا شفته في برنامج في تيلي و برنامج على قناه التسعه. اكزاكتومون. وهو واليوم عرفت اللي انت زاد تمثل كيف كيف، مثل في ورده وكتاب لا تعدي. في ورده وكتاب، وفي مش يعني في ورده مش حاجه، انا صديق شخصي عندي صديق شخصي فيها، وراجل محترم اسمه استاذ عاطف بن حسين اكيد تعرفه. وقال لي تعالى لازم تجيني اليوم ده عشان نعمل حاجات كده معينة في المسلسل، فروحت حضرت معاه. وفي مسلسل تاني اسمه صحبة غير درجين، هي حلقات منفصلة وانا ليا حلقة في الحلقات دي. انت في مصر معناتها كنت مدرب سباحة وكنت شيف وكنت ممثل، ومعناتها جيت هوني كملت خدمتك، والا معناتها كي جيت هوني؟ لا لا، انا جيت هنا ان انا لا سبت السباحة خالص، وحتى والتمثيل، وجيت هنا قلت هعمل مطعم بسيط صغير يعني مصري. مصري. كنت مثلا انت في مصر شويه مش كتير، بس كنت دايما بشتغل ورا الكاميرا كتير. احنا في مصر طبعا الاعمال كتير قوي، مش لا ما بيلاقوش حد يشتغل يعني ورا الكاميرا، فكنت اشتغلت ورا الكاميرا فتره طويله يعني. اها. والطبخ اتعلمت وقتاش؟ كان لا غرام الطبخ من قبل؟ هوايه. هوايه من قبل. ومن بعد في تونس خصصت وليت هذيك المهنه نتاعك؟ لا هي مش ليه مورد رزقك في تونس شنو؟ اساسي. الطبخ. الطبخ. اسكو حليت معناتها مطعم؟ حليت مطعمين سبيشاليتي وقفلوا مصري. الحمد لله. قفلوا الحمد لله. الحمد لله. لا يا ظروف، ما هي المشاكل كتير، مش هنقول المشاكل، خلوني اروح النهارده كويس انزل على الله. خلينا في الكوجينه. خلينا في الكوجينه. الكوجينه والماكله، فرق كبير بين الماكله المصريه والماكله التونسيه. بالذات في رمضان بصراحه. شو بدك تتألم هكا وانت لا والله مش بتألم والله، لا بينا ماكلتنا يا ايمن زي الفل والله، ما قلت حاجه يا باشا، والله يا باشا ما قلت حاجه. هي مش في رمضان الواحد طبعا، انا 36 سنه الاول، فبقالي سنين طويله قوي باكل في مصر حاجات، وفي رمضان في تونس باكل حاجات تانية خالص. فدي برضو يعني ما لسه ما حسيتهاش قوي. تغيير ما بالذات في تغيير رمضان. برضو يا بالذات في رمضان. ايوه لا ما انا متاكد يعني ده يعني اكيد. تنجم اسكو المدام تنجم تتعلم حاجات مصريه بتاتخ طيبهم لك في رمضان؟ تعلمتش على 5 سنين حاجات مصريه طيب ولا لا في الدار؟ لا هو انا يعني عايز بس شويه مزيكا كده حزينه عشان انا هقول كلام حزين. انا قاعد لوحدي اليومين دول، المدام عشان عندها شغل طبعا، وعندي ادم وخديجه عند تيتا عند مامتهم في سوسه، فانا بفطر لوحدي كل يوم، فعادي بفطر اي حاجه، من غير ما حد يعيط يا جماعه او يبكي. دراما. اما انت شايف معناتها يقول قايل تدلل روحك هكا وتعمل شويه يعني ما مش يعني ممكن اقوم اعمل حاجه مصريه، ممكن انا احب البريك قوي بصراحه. البريك. شو عبان ماكله تونسيه جوستومون انت بيفك حكيت على البريك؟ انا الطاجين احبه جدا بالصنوبر. اي الكبد بتاعت الفراخ. انت جوعتي ولا شكلك قاعد بالفاكهه؟ والحلو احب مسفوف بالزبيب. لا بالزبيب والمكسرات والبلح. والدجله. دجله. احب كمونيه. احب في اكله كده في سوسه ولا انا اعرفش هم بيعملوها في كل البلاد التونسيه، طماطم على بصل على حاجات كده
بدي تقلب شكشوكة شكشوكة توصية كده مقلية كلها عالمية بصراحة. تجيبي كده رغيف اللي هو الباجيت ده السخن وتقعدي تاكل مع بوجة سودا ويبقى كده. هو تقولي فيك انت جعت ما انت لا لا لسه مش هتفرق. لا 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 ما انما وبروح اكل في حاجات شعبية كتير يعني بروح اكل لبلابي كفتشي. لا لبلابي لبلابي كلته في واحد قديم قوي عندكم في تونس كلته كذا مره يعني ورحت له كذا مره في وسط البلاد. حطاب لا اسمه صبات الزيري. اه اي عارف صبات الزيري باهي. والكسكسي ذقته والله هو ده الحاجه الوحيده اللي لسه ما ربطتش معايا قوي. كليتها ما عجبتكش؟ اه وكلتها في كذا حته بس في مكان اكلت فيه احسن مكان اكلت فيه اكل بصراحه صفاقس. صفاقس مكانتهم لينا عجبتك؟ مش بالاخص كان عند والده واحد صاحبي وبجد كانت عامله اكل عالمي. بس طبعا حماتي زي الفل برضو حماتي يعني زي الفل. لا والله لا ايه ما قلت الناس توا في مصر شنو الطيبه في رمضان؟ في مصر في رمضان كنافه بسبوسه قطايف ده الحلو. اعطينا كتير قوي يعني مصر كتير قوي بس هو في مصر دايما في رمضان بيبقى الصواني اكتر ان دايما بتبقى فيها عزومات كتير. في تونس شويه العزومات مش كتير انما في مصر في مصر العزومات تبقى مثلا البيت بيبقى فيه اكتر من 10 12 شخص فطبعا لازم الاكل مش هينفع بقى صواني شويه ما ينفعش تلاقي بقى صواني وحاجات كتيره انا قصدت ما فماش حاجات سبيسيال كيفنا احنا مثلا شوربه وبريك حاجات سبيسيال ما عندهم علاقه برمضان. انتم ما عندكم زيادة حاجات لا احنا كل اللي انت بتاكله في كل في خشاف خشاف ده اللي هو البلح والزبيب والحاجات دي كلها بيشربها قبل الفطار. خشاف ده عباره عن مشروب بيتشرب قبل الفطار بيبقى بلح دجله ومكسرات ومشمشيه وقراصيه ما اعرفش تعرفي القراصيه المشمش الاسود اللي هو مجفف ايوه المجفف كلهم بينقعوهم في ميه ساقعه وبالسكر وبيسيبوه لمده 3 4 ساعات. ده بيتشرب على الفطار بيبقى حاجه تانية جدا ومعاها بقى طبعا معلقه عشان تاكلي الحاجات دي بتبقى طريت في الميه فبتدي انا خلاص انا احنا هون عندنا بسيسه والا عندنا حليب ودجله. مشكلتي مع الاكله مع الماكله التونسيه او الحلويات بالاخص ميه الورد ما احبهاش يعني انا شخصيا ما بحبهاش حتى في مصر. فهنا في تونس ما حبيتش شويه الحلويات انما في حاجات تانية حبيتها انما حلويات شويه عشان خاطر الميه الورد اللي اباز نتاع الباز نتاعهم اللوز جينيرالمون البات داموند يعملوها برشا فيها ماء الورد هو يعني الحلويات الصغيره دي برضو كتير معظمها بيبقى فيها ماء ورد بس باكل اللي هي الملفوفه دي وفيها مكسرات سمسه هي دي سمسه هي دي بنينه شو اكثر حلوه عجبك في تونس؟ هي دي سمسه البقلاوه البقلاوه ما زي عندنا بالظبط يعني هي مختلفة شوية في مختلفة تونس مختلفة شوية انما برضه نفس الكونسيبت يعني انما الصمصة دي مش موجودة في مصر دي الحاجة مش موجودة الحار انتم علاقتكم عندكم الشطة نحن عندنا الهريسة اما الهريسة بتاعنا احر برشا من الشطة بتاعكم لا الفلفل الهريسة عادية الهريسة مش حارة بالحق والله انا يعني دلوقتي بسم الله ما شاء الله طبق لا 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 لا, لا, لا مش للدرجات يعني زيت زيتون وشوية زيتون وتونه وعادي انما الفلفل عندكم هو الحار شويه الفلفل الاخضر رفيق للبقلوتي يدور لي فلفل انا كنت مره باخد يعني دايما لما باجي اكل كسكسي بلاقي قرن كده قاطع الطبق معرفش لك ازين حاجه في الكسكسي ما انا استغربت ما انا قلت لازم اجرب يعني كانت ده كانت اول مره اكلت فيها الحار كان في البيت عند المدام وكنت كيفاش كان موقفك؟ لا موقفي كنت بدور على الحمام فين انا مش قادر اساسا عرق بقى واحمر ما تنجمش بيان سيغ تقول لهم ليه ما ناكلش هيقولوا بقى الواد ده جاي بقى من مصر ومش بياكلش الحار بقى وكده قلت لا لازم اكل حار بقى. كنت بعد كده بقى اكتشفت ان انا كل ما اتعزم على حد لازم اعمل الموضوع ده فاخدت على الحار بقيت انا اللي اطلبه يعني اقول له الفلفل حار ولا لا بس والهريسه سهله. باقي عندك مده في تونس شنو البلايس اللي عجبوك؟ انا اتكلمت في الموضوع ده كذا مره وفي كذا راديو برضو مشكلة ان تونس فيها اماكن كتير قوي حلو بس لازم الناس تعرفها
أكيد. يعني بجد واحنا بالاخص بقى احنا انا بتكلم على شعب مصر على الشاب المصري. انا في مصر ما اعرفش غير قرطاج بس. هي ايه قرطاج اساسا؟ ما نعرفش سيدي ابو سعيد، ما اعرفش سوسه، ما اعرفش صفاقس، حمامات، الاماكن فيها نابل، حاجات كتيره قوي فاهمه. انما انا لما جيت مع سيدي ابو سعيد فاهمه، انما انا لما جيت تونس لفيت، رحت سيدي ابو سعيد عجبتني جدا، رحت قولوا معايا جمرت. لا لا جمرتي جمرت ايه يا ريم؟ هي حلوه ليه شو جمرت مش حلقه حلوه بس لا يعني بس في اماكن عندك ما انت عندي ايه بالظبط؟ ما بتعرفش حاجه تدوخ معناتها مش بل والحر واحد لا جمرت ما شفتش فيها جبل. انت قصدك على وانا جاي من المرسى يعني؟ ماشي. لا عند راهم رحت، عند راهم برسينا برشا، عند راهم توزر تطاوين. لا توزر والله كنت هروحها رحله كده صحراويه ولسه ما رحتش، بس هروح ان شاء الله. يسر حلو. رحت سوسه، رحت بنستير، رحت قيروان. فين تاني؟ فين تاني؟ قيروان ذوقوك المقروضه الخامس اكيد. كيت المقروض في القروانة؟ اكيد اكيد اكلت كتير كمان، وخدت معايا علب وبتاع. ما هو اللي يروح لازم يرجع معبي زي ما تقول. لا بس رحت حتت كتير والخضر بقى ما عشان ده مش موجود عندنا في مصر كتير يعني. شو هو البلاصه اللي تفكرك بمصر في تونس؟ وسط البلاد، المدينه العربيه، وسط البلاد عامه، الزحمه والناس اللي رايحه جايه والبياع اللي بيبيع في الشارع. بس طبعا دلوقتي بعد السيسي ما فيش حد بيبيع في الشارع خلاص بقى الموضوع، مش عايزين نتكلم في السياسه. نفس وسط البلاد في مصر زحمه وناس رايحه جايه يعني قريبه جدا يعني. والحتت والحومة العربي برضو شويه بتفكرك بالحسين والسيده زينب والتراث الاسلامي شويه ده. فدي اكتر اماكن بتفكرني بها. باهي كنقارنوا السياقه في مصر بالسياقه في تونس. لا 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 علاقه، لا علاقه. بقى في مصر احنا عندنا عندكم برشا جو، عندكم جو في الكياس في مصر؟ لا عندي افراح في الكياس ما فيش. هو اساسا في مصر احنا مبدئيا ما بنتكلمش غير بالكلاكسيون زي ما انت بتقول. يعني انا عايز اقول للشخص اللي قدامي حاجه على طول، على طول، لا اكلمه بيه، لا في كلام في يعني فما سيستم بتاع والله في علاقات بتتعمل يعني. يعني مثلا عايز يعاكس بنتي يعاكسها وهي ترد عليه انت مش محترم كده وحافظينها يعني. والله ما بهزر، اقسم بالله. يعني انت الكلاكسون اللي تسمع فيه يا ريم في مصر راهو مش هكاكة، مش راهو عنده برشا معاني، في سينيال، في كلام، في ناس ما بتعرفش الموضوع. حتى في ناس مصريين ما بتفهموش الموضوع ده. انما الشباب اللي عندها عربيات بقى في مصر والكلام ده يعني مثلا حد جاي يجي يندهني من تحت بالكلاكسون واعرف مين هو، مش اللي هو اي شخص وخلاص. ثقافة يعني كاملة واحد. لا موضوع زي بعد برشا ما بقاش ازعاج بقى، عدى على موضوع الازعاج ده خلاص، شديه على جنب، ما بقاش ازعاج، ده بقى حاجة تانية خالص. ولو ما فيش كلاكس في مصر، مصر ما تبقاش هي القاهرة يعني. فما حاجة هيرز عندكم أخرى أنتم اللي في شارع الناس دمها بارد في الكراب، ما تنجم أنا نشق عليك ومش نضرب الكهرباء وسي نقول أكسيدون. في ناس بتخبط عادي، عادي جدا. في ناس تخبط حد عشان يوسع وعشان يعدي عادي بقى. عادي جدا، ما فيش بقى هننزل لسه هنكتب حاجات وأنت عندك إيه وأنا عندي إيه، ما فيش الكلام ده. إحنا يعني ما عندناش وقت على طول، كسر امشي، سلام عليكم وعليكم السلام، حصلتني كسرني، حصلتني كسرني على طول. قلت ما حلال كيس في تونس كي جيت ده عالم. بسم الله ما شاء الله واحنا نتشكوا لا والله العظيم انتوا ما عندكم زحمه، ده انتوا بلد زي الفل والله العظيم. ما فيش زحمه والله في مصر. بعد مرات الواحد لما يكون رايح مشوار، بعد مرات بيركن العربيه ويمشي على رجله. تخيل ان انت تسيب عربيتك في الشارع وتروحي مشوارك تكملين مشي. في ناس بيبقى عندهم عربيه وينزل يركب مترو الانفاق ويقول لك لا يا عم انا اروح بالعربيه، مش هلاقي ركنه، مش هلاقي اركن فين. ما بيستعملش العربيه، اشتراها وسابها. ركبت في النقل العام في تونس ولا ليه؟ والله العظيم لسه بالحق. بس برضه بالنسبه لنا حاجه سياحيه بصراحه. بالمقارنه بمصر مترو الانفاق بتاعكم باهي. لا لا سيبك من مترو الانفاق، خلينا نتكلم في الاتوبيسات. احنا عندنا الاتوبيس بيبقى فيه مثلا 50 جوه و100 على الباب. شو حد ركار سفر في تونس؟ احنا كيف الباب محلول مع باب محلول والناس باب محلول بتقع كده من الاتوبيس؟ لا مش بتقع عليه. لا يعني في ناس بتقع، مش لدرجه بتقع تلاقي بيمشي الدين ماشي. بس يعني ما فيش مره واحد اتزحلق كده ولا انت مش عايزه تقولي؟ انا عايز انا اقول على مشاكل انت ما تقوليش. والله اللي مترو الاخضر ليه ما ركبتش مترو؟ لا ما ركبتش بس شكله جميل والله بصراحه جميل. جرب جرب شوف الجمال. لا
والله لا والله ما انتوا بلد جميله والله العظيم. تاكسي الجماعي، تاكسي الجماعي تونس المصر. انا ركبت اسمه ايه اللواج، لواج لواج ركبت الواج. ليه محترم اللواج مانتا؟ عادي هات بتركب حلو هم على العدد وتراك. انما ما جاش فرصه ان انا اركب. والله كنت عايز، كنت بشتغل في حي النصر وانا ساكن في العوينه، فكنت بدور على حاجه يعني ما كانش لسه في عربيه تذكرت فقعدت افكر، فبرضه ما وصلتش لسه برضه المواعيد، وده بيجي بميعاد فيش الكلام ده بصراحه. انا برضه تجرب عادي. انا مشيت لبلادكم ركبت الميكروباص نتاعكم. لا ميكروباص عادي، وفي ركبتش اتوبيس. ما ركبتش اتوبيس. ايوه طيب ركبت ميكروباص عادي. الانفاق والاخر المترو العادي ركبت فيهم كل مره. لا ما دول عاديين برضه، دول شويه ما فيهمش زحمه. عدد كل اتوبيس احنا القاهره 28 مليون يا جماعه، هتوديهم فين؟ هنوديهم فين؟ ايمن يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. شكرا جدا. انا اسف للتأخير. لا لا مرحبا بكم. فما حتى مشكل من 10 بنات كان عندكم دي غومارك في الاخر تحبوا تقولوهم، ولا عندكم اسئلة تحبوا ولا دي ميساج تحبوا توصلوهم للشعب المصري من خلال الشقيق معناتها ايمن اللي لا هو البرنامج فكرته حلوة والاسم بتاعه حلو جدا وبجد والله الفكرة جميلة جدا، ودي الفكرة اللي انا بشتغل عليها الفترة الحالية في الفيسبوك على الانترنت. عندي صفحه على الفيسبوك، عندي قناه على اليوتيوب. قلنا اسم عامل اوتوب خمو، ما انت شنو الاسم؟ اسمها ايمن المصري. بعمل فيها فيديوهات عن فيديوهات التاكسي والحمام وفيديوهات كتيره قوي طلعت الفتره اللي فاتت، وبتكلم فيها عن تونس وايه هي ايه تونس، وانا عايش في تونس اللي انا ما شفتوش اللي انا ما اعرفوش من قبل ما اجي تونس بتكلم عنه. فبراني ولد بلاد حلوه الكلمه جامد جدا يعني، انا من بجد حلو الفكره. يا سيدي مرحبا بيك. الله يخليك. نحن كلمه براني على الجنسيه فقط، لكن كلهم ولاد بلاد اللي يجيو تونس يحط ساقو في المطار تونس. ما عادش براني، ما عادش براني ولد بلاد. ميرسي بوكو ايمن، يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق في حياتك. وما نعرفش كان مازلت تحب تقعد تزيد تعيش في تونس ولا لا. والله قاعد لسه ما فيش. انا قاعد انا قاعد على البوكو ان شاء الله. يعيشك.